عقد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء أمس اجتماعا لمناقشة الدراسات الخاصة بقانون التأمين الصحي، ذلك بحضور وزيري الصحة والمالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي. تم خلال الاجتماع استعراض نتائج الدراسة الاكتوارية الخاصة بمشروع قانون التأمين الصحي، وأبدى رئيس الوزراء والحضور عدد من الملاحظات والمقترحات التي تضمن تحقق الأهداف المرجوة من تطبيق القانون. من المنتظر أن يتم عرض مشروع القانون في صورته المتكاملة على مجلس الوزراء مع نهاية شهر أغسطس الجاري. معنا على التليفون دكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي. صباح الخير يا فندم. أهلا بحضرتك. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. اهلا بحضرتك، والحقيقه خبر كويس جدا ان شاء الله قريبا على نهايه اغسطس يعني القانون هيبقى في شكله النهائي. عايزين نعرف ايه اهم المقترحات والملاحظات اللي تم طرحها امس من خلال الاجتماع، اتفضل. طبعا انا بصبح على كل المشاهدين، لكن عايز اوضح بصوره قاطعه يعني ان ده كان اجتماع دولي بيعقده رئيس الوزراء مع وزير الماليه ووزير الصحه ورئيس هيئه التامين الصحي والشركه اللي بتقوم بعمل الدراسه الماليه والاكتواريه لمشروع وقانون التامين الصحي. كان اهم الملاحظات هو احنا هنطبقه تدريجيا على محافظات مصر في 12 سنه ولا 15 ولا 20. ايه اللي يفرق بين 12 و15 و20؟ انت عارفه المجتمع والشعب المصري في احتياج الى اصلاح صحي، وبالتالي هم الناس كلها يعني بتامل انه قانون التامين الصحي الشامل يظهر بسرعه ويطبق بطريقه جيده وبطريقه مختلفه عن التطبيقات الاخرى. فاحنا كانت الدراسه جايه بتتكلم على سيناريو لو هنطبق على 12 سنه تبقى التكلفه الماليه شكلها ازاي ومين يقوم بسددها او مين يقوم بتمويل هذا النظام. على 15 سنه مختلفه، على 20 سنه مختلفه. فكان الكلام ان احنا حضرتك رافضين حكايه ال 20 سنه تماما لانه ده زمن كتير جدا والناس اتاخر عليها الموضوع، فاحنا بنتكلم في ال 12 و 15 سنه ده واحد. اثنين، بنتكلم على نظم التمويل ونظم الاشتراكات ونظم المساهمات، وهل سوف يتم تمويله من الدولة ولا تمويله، لأنه ما ينفعش الدولة تقوم بتمويل هذا النظام، الحالة الاقتصادية بتاعت الدولة طبعا لا تسمح بأنها تقوم بتمويله كاملة، لكن الدولة اقترحت أن هي هتقوم بتمويل غير القادرين في مصر بالكامل 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 سواء من ناحية الاشتراكات أو المساهمات. وفي الأمراض المزمنة نفس الكلام، ودول قد إيه تقريبا من الشعب المصري حضرتك؟ أراوند 30%. وده رقم مش قليل أن خزانة الدولة تشيله. فاحنا بنشوف الاعباء الماليه دي، هل خزانه الدوله هتستطيع انها تقوم بهذا الكلام على 12 سنه ولا على 15؟ الحاجه الثانيه ان الاشتراكات بتاعه المؤمن عليهم ده، طب يعني معلش عشان النقطه دي وعلشان وقتنا، من 12 سنه ل 15 سنه خلال المده دي الدوله مثلا ممكن تمول جزء والباقي بيبقى اشتراكات ولا مش هيبقى فيه اصلا؟ لا 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 لا, لا ناخدها تدريجيا، لان اصل من 12 ل 15 سنه برضو عشان يبقى فيه تامين صحي برضو يعني الحقيقه اسمح لي يدينا ويدي حضرتك العمر يعني، ف 12 15 سنه كتير جدا. لا لا خلينا بس اقول لحضرتك النظم العالميه كلها وحضرتك ونتكلم بالعلم. العلم حضرتك بيقول انه اي نظام تامين صحي في اي دوله في العالم لا يطبق الا تدريجيا. بالظبط يعني، بس المهم ان هو يطبق يعني في الفتره خلال 12 ل 15 سنه دي اللي هو نسبه الدوله هي اللي بتتغير من 20 30 40 لغايه ما تبقى النظام كامل، لكن المهم ان خلال هذه الفتره برضه هيبقى في برضه تامين صحي ولا لا؟ ولا فاهم غلط؟ في حاليا صح كده يا فندم، الناس مؤمن عليهم وبياخدوا علاج على نفقه الدوله وبياخدوا علاج بكل الانظمه اللي موجوده. لان لما بدخل محافظه بلغي كل الانظمه اللي موجوده في المحافظه دي وبيبقى في نظام تامين صحي اجتماعي شامل. المحافظه الاخرى التي لم يطبق عليها ورايحه مرحله ثانيه بيبقى فيها نظام علاج، لان احنا مش هنسيب المواطنين، ده حق دستوري يعني، ومن غير ان هو حق دستوري ده حق انساني. فهو نظم التمويل حضرتك باختصار شديد هي المشتركين لازم هياخدوا اشتراكات منهم، وحضرتك بالاضافه الى الغير القادرين في الدوله، الدوله هتقوم بواجبها المجتمعي نحوهم ان هي هتسدد عنهم جميع الاشتراكات وجميع المساهمات. جزيل الشكر للدكتور علي حجازي رئيس هيئه التامين الصحي، ومره ثانيه احنا بناكد ان هو على من 12 15 سنه، بس خلال ده هيبقى فيه نوع برضه من التامين الصحي علشان ما يبقاش فيه ظلم حتى ما بين فرد واخر، حد قاعد في محافظه معينه متطبق عليها التامين الصحي وحد قاعد في محافظه ثانيه لم يتم عليها التطبيق.